بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. عجيني ديني قسازمي التوكل على الله والإنقياد لأمر الله وشكر على نعمتي إلهي والله تلصارته عز وجل إيا أمر كيس الله قان سمو إيا مهدنق إيا شكر لقابل سيئا نعمتي سبولي التوكل على الله إلهي أولا تلسارتو وحا أي سبب نقطة إن روح قارو مرادها أولئي في الدنيا والآخرة بولو. كما قال تعالى وما يتوكل على الله فهو حسبه، روح إلهي تلسارتا وحو إلهي نعدي إنو إلهي كافيسي أو كفل أيهي إنو مراد كيسي هلايو في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة بولو. وعقل الله إن أمره إن لوه قانسو أمره دا إلهي ويكم ديهين لبدا روحي روحكو حد قدبة حد قدب إن قصاص لمر يبولين. كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إلهي بالي قصاص النلول بايدي كستغن كوا صاحب العقل قاهو بولين وحكمك إلهي الله قان سمو أمرك إلهي الله قان سمو وحكم الروحي حد قدب سمي ولالكي كو حد قدبة نبتي زيقو يا حق درو عمدي أقو يا إني سغن قصاص لمر يبولين وحكم إلهي والسماوي يبولين تاسو إلهي أمر يا إني قصاص تكجرت النلول او إلهي نقول لهم ولكم في القصاص حياة قصاص النلول بايد كسب إلهي ليه تدك صاحب العقل قاهو بريد وعقلوا إلهي نقول أمري إن شكري قيسى لبديو ودقنا شأي النعمته إلهي كوكو ديقا أي لقابل سيو بري إلهي الله قم هذا نقول عز وجل بري. كما قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إلهي عز وجل نار بكم رأينه قرقار أيوه كو قرقار حق بورد دعوة إسلام ماذا أهي لي بورد والله ينصرنا الله إلهي وأهي لنا يا ما ينصره كا قرقار بورد حق أي دعوة إسلام ماذا بورد أمرك إلى له قانس وروح النصر يا أمرك إلى هو قانس ما إلهي نبلن بوقا لينه قرقار يبورد إلهي نواكا أود يا عزيز غالب خلقي سكون كواكي غالب إلى عز وجل وحكوه رما كرانو جرين وغلب ده وكمر والب أود سرئيسا سرئنت يا أود واكي سكال إلهي عز وجل بولك تاسو إلهي كتل مامي أمت كستا وإلهي نعمي إن أي قابل سيان نعمتا إلهي سيي إن أمر رديس أيوه قان سمان الذين إن مكرناهم في الأرض با إلهي أمري كوانو دول كودي مكرنا إن دول كودي دقنان شكو سيني او إلهي عز وجل آنو نصري نبي إلهي عز وجل دقنان شئيو نبتقلي آنو كسيني وحيقبتان وحاوين أمت كسا إلهي الله يزبن كسا أقام الصلاة إني أوغان أمرك إلهي تيرك إسلامك وأتو الزكاة إني الزكاة بحيان أو يدون نقونيس إسكالمين إسلامك إنو إسكالمين يابول وأمرو بالمعروف يوحى في عنو إسفران وحي خير كجرو خير كحاصل آيو عمل هذا صالح ونأكسرو إسفران بول وأنه عن المنكر يوحى حن أو يسود ديلان أي أقوى إن وحي قبطان أمت كسو إلهي الدقنانشو بلد كودو كسو يبول وحمانتا في تنتا أي كدكت هنالان قبل يدا أين الدين كدقن بول وإن آمنين أي آمنان بولي كتابك إلهي يسنى النبي صلى الله عليه وسلم إي إيمانك يا إسلام نمدو أي سر رئيس مروى بول ولله عاقبة الأمور أمور أدواك إلهي لو علنا يتولي أيا وانك إلهي كأبال مردون خلق جيسا أحد بوحي أكجر بول هكو حقا فهمينا إن إلهي عز وجل نعمتي سبلارن أمتك سوء قديقا أي واجب كتا إني وهو قانسا من عمر رديسا عمر رد إلهي الله قانسا من لغو إلهيو نصرك إلهي قرقارك إلهي عزك إيا وحلا وحي روحو أما أمتك ستا أي جعليهين في الدنيا والآخرة وعيكو إلهي نصر يقرقارك إيا عزك الله إن حق الله إليو دعوة إسلام نبض الله إليو أمرك إلهي الله قانسا بولي عدي حد قدب سميسا إيا روح إسلامك حد قدبنا إسن الله مريا قصاص بولي رسولك صلى الله عليه وسلم يسوع ينقول تلماما يا إلهي الله تلا صارت إن لو قاري أمر هذا واوين يمرده واوين أدي آخره با عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي رسولك أيام قداشي سأبو ليوم من الأيام وحني لي يا غلام إنه يهو إنه علمك كلمات كلموي باك بردونا احفظ لا يحفظك إلهي حفظ نواك إلى لنا احفظ لا تجد تجاهك أوامرت إلهي إلالي وأمرت إلهي لك هالي إلهينا واحد كيلة أكتيسة يحيي أدون تورنا ماذا كيلة أمرت هذا إلهينا قرقار ينصر ماذا كيلة أمورت هذا دمام في الدنيا والآخرة بولي هذا العدو حوي ديسا بولي رسولك صلى الله عليه وسلم فاسأل الله إلهي سؤاله وحيي أدون تمرادها إلهي ما دق دقو أجيو أمورها إيه إلهي ويدي مرادك ألي لهاي وإذا استعنت قرقار يكالما هذا دونتنا فاستعن بالله
ilaahay gargaar weydiiso, ilaahay baa kaalmeeyaa, waa addoomihiisa degdeg u kaalmeeyee. Waxaalood ogaata wuli waclam anna alummata khalqigu dhammaanba hadday u kulmaan calaa an yanfacuug inay ku gargaaraan, lam yanfacuugka kuma gargaari karaan ilaa bishayin qad katabahullah, wax ilaahay kugu qadaray kugu gargaaraan mooyaane iyagu iskood kuma gargaari karaan. Wanijtamuu calaa yaduruug, hadduu khalqigu u damco inay ku dhibaan cunaqabateen iyo dhib ay kula damcaanna kuma dhibi karaan, lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahullah, wax ilaahay sii qadaray mooyaane iyagu waxba kuma yeeli karaan ilaa qadarka alle wuxuu ku sii qoraa mooyaane. Rufiicat ilaqlaam, qalamkii ilaahay caza wajalla waa la kor yeelay. Wajufata suxuf, wixii ilaahay uu qadarayay looxul maxfuudkana horaa loo qadaray buuli, oo qadarka ilaahay hor u dhammaaday. Wixii dhacaya waa wax ilaahay sii qadaray koonka. Shuunun yuduruha walaa yubdiuha, wixii caalamka dhacaya koonka waa wax ilaahay hore u qadaray khalqigasa loo muujinayo buuli. Taasuna ka faa'iidaysanaynaa xadiidka rasuulka sallallahu calayhi wasalam, ilaahay oo la tala saarto waxaa lagu helayaa gargaar iyo nasri fidiya walaakhira adduunya aakhira buuli. Waxaa kaloo rasuulku inuu amray ixfidillah, ilaahay amuurtiisa ilaali waajibaadka, daacaadka, faraa'ilka, waajibaadka waa tiirarka islaamka, ilaali tajiru amaamaka hortaadaad ka heli muraadkaagii aadnaa. Tacayif ilallah firraqa, xilliga aad ladan tahay buuli ilaahay aqoonso, oo barwaaqada ku xamdi ilaahay ku mahadnaq. Nabadgelyada iyo amniga waqtigaad hayso ilaahay ugu mahadnaq, oo ilaahay maadiisa badi yacrifka fi shidda, markay balaaya timaad baa ilaahay kuu gargaari adne. Waxaa kalood ogaataa buu rasuulku yidhi, wixii ku gafaa ma aha buuri mu ahayn marnaba wax kugu dhici doona buuri. Daad sigataba hays odhani waxan wuu kugu dhici gaadhaya, ilaahay baa kaga badbaadiyay buuri. Wixii ku asiibana ogow buuri wax alla kuu sii qadaray inuu yahay gargaarkana. Annasri maca sabri, gargaarka waxaa lagu helaa buuri sabir. Ruuxu markuu sabro, ummadkasta ay sabirto, ayay gargaarka heshaa. Wa anna alfarj maca alkarbi, farajna waxaa lagu helaa buuri waqtigay kurba ku taabatana, faraj ba xagga alla ka soo dhow. Wa anna maca alcusri yusran, waqtigay dhib ku taabatana waxaa kugu soo dhow yusri ilaahay iyo gargaar alla buuri. Taasaynu ka faa'iidaysanaynaa ilaahay oo la tala saarto iyo amarkiisa loo hoggaansamaa in lagu helaayo gargaarkii adduunya aakhira labadaba buuri. Amarada ilaahay loo hoggaansamana waxaa ka mid ah sida aynu amarnay xadgudub ciddii samaysa ee walaalkii ku xadgudba in qisaas la mariyo. Marka amarada ilaahay inaan u hoggaansano isfarayna dhammaan, shukriga aynu badinno ilaahay oo loo mahadnaqaana sida amniga, iimaanka, islaamnimada, caafimaadka. Markaad ilaahay ugu mahadnaqdo, ilaahay mahadnaqdo, falilaahi alxamdu, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahayna ziyaada inoo ballanqaaday inuu inoo ziyaadinayo, amnigii sii ziyaadayo, caafimaadku kuu ziyaadayo, iimaanku kuu ziyaadayo. Amuureena khayr allaha ka yeelo, baladka allah inoo barwaaqeeyo, balaayooyinka allah inaga xijaabo, dowladnimada calanka allah cazeeyo. Wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.